بكتب هذا المشهد لم يخطر على بالي اطلاقا ان يقارن. جايز يكون الطريقه اللي تم حرقه بيها هي يمكن تشابهت مع اولا طبعا احنا كل الاحترام للشعب الاردني وكل الاحترام طبعاً للشهيد البطل معاذ الكساسبه. احنا ما كانش في اي نوع من ان احنا بنقارن هذا المجرم بهذا البطل لا يمكن طبعا مش عاقل يعمل كده. انما احنا كنا في رساله محدده للمسلسل ان هو اذا لم ينفذ القانون وما يبقاش في حاجه اسمها ضد مجهول وان احنا نجيب الجاني هتتحول المجتمع تدريجيا الى ان كل واحد هياخد حقه فهنتحول الى العشوائيه او نعود الى العصور الوسطى. هذا المشهد زي بالظبط كده كل واحد ياخد حقه بايده بالظبط زي لا بنفس طريقه قانون الغاب يعني القانون الغاب بنفس طريقه العصور الوسطى اللي ابتداها المخرج العظيم يوسف شاهين في فيلم المصير في المشهد الاول بتاع حرق الشاب الشاب لا الشاب الحرق كان بين الاول مظبوط طبعا ففكره الحرق ديت احنا انا مش اولا اللي انا عرفته ان داعش استخدمت هذا الاسلوب مش مع الشهيد البطل معاذ الكساسبه فقط انما استخدمته مع ناس كتيره جدا وموجود فيديوهات كتيره فاحنا ما كانش في دماغنا اطلاقا ان يحصل مقارنه او يحصل بلا احنا بنحذر ان هذا المجتمع لو لم ينفذ فيه القانون وبشكل ناجز وبشكل سريع وبشكل قوي وكل واحد خد حقه بالقانون احنا هنتحول الى غابه بس فده كان المورال بتاعنا وده كان هدف المسلسل. هم أسرة الشهيد أبدت اعتراضها على المسلسل أو على المشهد ده تحديدا. إيه الرسالة اللي أنتوا كأسرة مسلسل تبعتوها لهم النهاردة تحب تقولوها بشكل رسمي واضح؟ نقول لهم إن إحنا بنقدر الشهيد البطل معاذ الكساسبة وإن إحنا لم يخطر ببالنا إطلاقا إن يحصل هذه المقارنة وإن اللي عملوا هذه المقارنة ناس بتحب إن هي تنفخ في النار وتستدعي فتن من لا شيء ده حقيقة. وما كانش في دماغنا اطلاقا ولا في دماغ ناس كتير جدا لما اتفرجت ما حدش جاي في دماغه لكن اهل الشر هم اللي حاولوا يفكروا بالطريقه ديت علشان ينالوا من النجاح المسلسل نمره واحد وعشان يصفوا حساباتهم معانا ومع نجاحنا يعني. مين هم؟ لا ناس هم كتير عارفين نفسهم هم عارفين نفسهم كويس. ليكي اعداء كتير يعني؟ كلنا لنا اعداء كتير. اعدائك من جوه الوسط الفني ولا من بره الوسط الفني؟ لا اكيد من جوه الوسط الفني. تفتكري ليه؟ غيره؟ حاجات كتير يعني دايما كنت لما كنت اقول لهم عدوك اللي بنكارك كانوا بيستهزئوا بالكلمه دي. انا لحد دلوقتي بقولها ومتاكده منها عدوك اللي بنكارك سواء في فن دكتور مهندس. انت من النوع اللي يواجه لما حد من زمايلك يعني يتحامل عليكي يدعي عليكي شيء بتردي بتواجهيه ولا بتتجنبيه؟ لا برد. في حد تحب تبعتي له رساله بشكل عام غير اسمه النهارده تقولي له حاجه؟ لا ابعت لناس كتيره جدا ان انت لما تبقى مش حابب الخير لحد بلاش تهاجم قوي كده لان كل واحد عنده غلطاته، كل واحد عنده اخطائه ولو الواحد عايز يقول او عايز يجيب او عايز يدعي اشياء هيعملها بس في فنانين بيختلفوا، في فنانين بيبقوا ناس عارفه يعني ايه فن وعارفه يعني ايه قيمه وبتحترم نفس شخصيتها وفي ناس للاسف بتتهاون في المكانه اللي هي وصلت لها ما عندهم استعداد يعملوا اي حاجه.